هذا الكتاب يتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات. ينقسم إلى شقين. الشق الأول يتعلق بالإطار المرجعي والنظري والمعياري لممارسة البرلمانات في مجال اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، ولا سيما المرجعيات المرتبطة بالاتحاد البرلماني الدولي كأول منظمة دولية نشأت في 1883 ولها رصيد كبير في مجال تنظيم وتأطير العمل البرلماني وتطويره، وأيضا لها كذلك مرجعية فيما يتعلق بأدوار البرلمانات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. حاولت أن أبين أهمية هذه المؤسسة وإسهاماتها في هذا المجال، وأيضا كذلك بعض التنظيمات الجهوية والقارية البرلمانية المهتمة بهذا المجال، ولا سيما أدبيات الأوروبية والأدبيات كذلك المرتبطة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما الشق الثاني فيتعلق بحصيلة البرلمان المغربي بمجلسيه، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين، خلال الولاية المنصرمة بدءا من 2016 إلى 2021، فيما يتعلق بمنجزه المتعلق بالتشريع وكذلك مساءلة الحكومة من خلال الأسئلة البرلمانية، وأيضا من الأدوات الدستورية الأخرى المتعلقة بمراقبة الحكومة فيما يتعلق بمختلف قضايا حقوق الإنسان. حاولت أن أصنفها وأن أحللها وأن أعلق عليها، وحاولت كذلك في مرحلة لاحقة أن أستحضر أهم التوجهات الكبرى التي تم الاهتمام بها في هذا المجال، ومحاولة استشراف كذلك الإمكانيات المتاحة أمام البرلمان المغربي لتطوير أدائي فيما يتعلق باهتمامه بمجال حقوق الإنسان. هذا الكتاب يهم بصفة أساسية مجموع المهتمين، ولكن بصفة أساسية يهم فئتين: الفئة الأولى وهي البرلمانيات والبرلمانيين الجدد الذين سوف يكتشفون أشياء مهمة يجب أن يتم تفعيلها في ممارستهم البرلمانية، ويهتم كذلك بالناشطات والنشطاء بحقوق الإنسان لكي يبين لهم أهمية الاهتمام أيضا ضمن اهتماماتهم المتعددة بمؤسسة البرلمان، على اعتبار أنها هي البؤرة الأساسية لصناعة الشريعة وأيضا للمساهمة في تقييم السياسة العمومية.